صاحب القشابية المهروي لهذا الحائز على أعلى نسبة مشاهدة بمواقع التواصل الاجتماعي للسنة الحالية. ذا عصيته كما النار في الهشيم، فمن رنات الهواتف إلى الومضات الإشهارية. هو صاحب مقولة من ولاية تسمسيلت، وبعد أن أصبح نجما إعلاميا فوجئ بأنه مبحوث عنه أمنيا. احنا يا عيطنا الدرك على جال الكواغطي كيعقبوها يسمى بان السلاح، قالوا لهم لازم تشوفوهم بالك سلاح ماهوش بكواغطو بالك ماهوش بهذه بالك، هذه هي القضية. كما عاد بنا إلى تلاعب بعض الشركات الإعلامية بالفيديو المصور، رغم هذا لم يستفد من فلس نظير ما قاموا به. السيد جه هكذا الاصطاد ويعني وقال لهم أنا هو وأنا مانيش أنا ما رحت ما والو، وهذو كنتو عرستو راس في الجاير يدو في الدراهم على ظهري وانا والله ما شت حاجز يقسم بالله العظيم، وهذه اشياء ما شت توعن. تخلي الجاج الكلمة التي دوت التراب الوطني، كلمة استفاد من ورائها الكثيرون دون استفادة صاحبها، وأساءت له أكثر مما نفعته، وكان آخرها مع مصالح الدرك الوطني وعملية التفتيش.